اشرح لينا السي مصطفى، اشرح ولينا دابا شنو كاين دابا هنا؟ اشرح لك السي عدي اشنو دابا، شنو الخدمه ديال الجناب؟ كادر. هذا كادر. هذا دابا كيتسمى الكادر ديال الصيغه ياك. الكادر هذا هذا الكادر دابا هذا هو اللي كيهز لا الصيره ياك، هو اللي هز كيتعمل الثقل ديال لا الصيره. هذا الكادر دابا هنايا كديروا هذا الكابلي، شحال دابا كتحفروا ليه هنايا في الارض؟ على حسب الارض. على حسب الارض. كانت الارض شويه خاصه كنحفروا حتى متر 20 متر 40 متر 50، كانت بحال شفتوا عندنا كنديروا متر 80 متر 80. ودابا هاد الحفاري اللي حفرتو دابا وداخل فيهم هاد الكابلي هذا، باش كتزكيوه؟ كنعقدوا ليه بريكه بحال هاد بريكه، غنوريك واحد البريكه بريكه وكنديروا فيه شويه الكياس. اييه كنعمروا بهذا الحجر هذا كياس. بريكه كتكون شاده فيها كروشي ياك ديال الحديد. اييه دابا هاد البريكه هادي كيتكروشا فيها هاد الكابلي وكتدخل في هذيك الحفره على عمق ديال متر و 60 متر و 40 على حساب الارض كيف ما قلنا. ومن بعد كتعمر بالكياس والحجر. لا ما كتعمرش، لا كيعمر على الحفره ياك. ايوه باش تشد من بعد يولي هذا الكابلي هذا مطوندي، ما كاينش تو مطوندي. وهذا هو مكروشي هنايا فهاد الجعبه ياك. سمطه كتسمى السمطه. الواكس جوج الواكس، سمطه وجوج الواكس. وكيمشي دابا هاد الكابلي هذا تيتلاقى مع خوه من الجهه الاخرى ياك. تماما، على حسب داكشي غادي يعبر دابا. النيفو اللي كاين هنا النيفو اللي كاين ليه. كاين هادشي هذا كتشوف حتى من ليه، يعني هادشي هذا كيمشي بالعبارات وبالسنتيم سنتيم وملي المليم، ما خصوش يتفاوت. اذا زدتي 5 سنتيم كي شوفوا التشيعه، شوفوا دابا مع التليفون ما خصش تبان لينا الجعبه الاخرى. تماما، الا تفوتنا شويه تبان جعبه وحده. هكاك هذا الشيء هذا كيف ما شفتوا سنتيم، الجعبه كتخبي اختها. هذه خصيت غادي وطره وطره. يعني دابا كيف ما قال تيدار الكادر ديال الصيره هذه كاملها، تيدار الكادر عيد الراس فوق الكادر. اوكي، هنا هو الفوكادر. الفوكادر هو هذا، هذا هو الفوكادر. اييه هذا دابا فوكادر. فوكادر الجعبه. كذا فوكادر. غادي تهز ان شاء الله تعالى بالتراكتور ياك. كتبعوا دابا هذا الفوكادر كامل وغادي يدور. غيمشي جعب 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 تيدوز الفوكادر كاملو، غيدور لينا على لا السيره كامله ان شاء الله تعالى. الفوكادر فوكادر شنو من بعد الفوكادر غادي تهز لك الوسط ديال الجعب بحال هذه هي. دوز الوسط ياك. لا لا حاضي معاه. هادو يتهزو يطلعوا لبلايصهم ياك. فوق البريكات جعبه وحده. وهاد الشبكه هادي بحال زربيه تبارك الله قديتوها ياك، نشوفها من تحت هي. اش كتسمي قلتي لي قبيله السنابل والكوابل ياك شنو؟ سنابل. كاين تروا فيل. تروا فيل وكاين دو فيل. دو فيل. هكاك ان شاء الله عاد تهز كامله. المهم عاد تهز كامله ان شاء الله. هذيك غادي دابا تهز تي وطره. كيما استخدم ديال البريكي هكذا. اييه هاد الصف هذا تا هما دابا كلهم محطوطين في بلايصهم ياك. هما جعبه جعبه. الله تعالى منين تكمل السيره ديالنا تهز كامله قبول يا الفيلي.